قيل لعلي بن الحسين: ما كان أقل ولد أبيك؟ قال: العجب كيف ولدت له، كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، فمتى كان يتفرغ للنساء؟ كانت الشهادة للحسين وعدا من الله للنبي، فما أن وضع الحسين في حجر النبي في اليوم الأول من ولادته حتى نزل عليه جبرائيل وأخبره بأن ولده هذا مقتول مخذول، فقال النبي: اللهم بارك له في مقتله، وكان موعودا بشهادته قبل استهلاله كما تقول الأحاديث والروايات. لم يكن إطلاق كنية أبي عبد الله الحسين عليه السلام أمرا عابرا، فالحسين هو الذي عبد الله حق عبادته وجاهد في سبيل الله حق جهاده، ولولا نهضته لما عبد الله إلى يوم القيامة، فله حق الأبوة على كل من عبد الله ويعبده، إنه أب لكل من يعبد الله، سلام الله على أبي عبد الله. ليس في التاريخ أحد بكاه الأنبياء قبل أن يولد إلا الحسين، وليس هنالك قبر زاره الأولياء قبل أن يدفن فيه صاحبه إلا قبر الحسين. وجميلا قال الشاعر: كفى بيومك حزنا إنه بكت له النبيين قدما قبل أن يقع، بكاه آدم حزنا يوم توبته، وكنت نورا بساق العرش قد سطع، ونوح أبكيته شجوا وقل يبكي بدمع حكى طوفانه دفعا، ونار فقدك في قلب الخليل بها نيران نمرود عنه الله قد دفعا، كلمت قبل كليم الله فانبجست عيناه حزنا كالغيث منهمعا، ولو رآك بأرض الطف منفردا عيسى لما اختار أن ينجو ويرتفع منه.